الفنان أحمد عبد الفتاح ولد في سوهاج، تخرج في كلية الفنون الجميلة الأقصر عام 2011 بتقدير ممتاز والأول على الدفعة. عين معيداً بقسم التصوير بالكلية. تلقى بعض الدروس في الفن لمدة عامين خلال فترة دراسته في كلية الفنون الجميلة مع الفنان الفرنسي روجي دال البروفيسور بأكاديمية ستراسبورغ بفرنسا. أحمد عبد الفتاح له اهتمامات بالفنون البصرية الأخرى مثل المسرح والسينما، وله تجارب في فن الرسوم المتحركة. ومن العناصر التي يستخدمها في أعماله تلك المحيطة به مثل الماء والشجر والأشخاص. يمكن بدأت أرسم من وأنا سن 4 سنين 5 سنين تقريبا، فاتطور الموضوع عندي، بقيت أرسم في المدرسة لحد رابعة ابتدائي. كنت برسم بورتريهات لأصحابي في المدرسة وبيطلع شبههم بياخدوها، والمدرسين بقيت برسمهم، بدخل المسابقات في الوقت ده، لحد ما تقريبا في 5 ابتدائي أو أولى إعدادي اكتشفت مكتبة جنب البيت، فابتديت أروح المكتبة دي بدخل المسابقات فيها، بقابل ناس رسامين أكبر مني سنا بتعلم منهم، لحد ما دخلت الكلية وابتديت أفهم فن كويس أحسن. شارك أحمد عبد الفتاح بالعديد من المعارض والفعاليات الفنية الدولية والمحلية، وله العديد من المقتنيات الفنية لدى صندوق التنمية الثقافية وبعض البنوك بمصر، حائز على العديد من الجوائز. تحية لهذا الفنان الشاب الثائر فنيا والطموح والمبدع عن حق، وبشهادة النقاد وأساتذة الفن والفنانين، الفنان أحمد عبد الفتاح.